86 توصلت الأحزاب الكردية إلى نوع من الاتفاق، لم يكن هناك اقتتال داخلي. قدت شخصيا معارك كان ضحيتها أعداد كبيرة من الشيوعيين العراقيين، هل كان الشيوعيون هم المقصودين بذلك أم ماذا؟ في ذلك الوقت كان هناك جبهتين في الحركة الكردية، جبهة جوت وجبهة جوقت. جبهة جوت كانت تتألف من الحزب الديمقراطي الكردستاني، من الحزب الشيوعي العراقي، ومن الحزب الاشتراكي الكردستاني. بالمقابل جبهة جوقت كانت أحزاب مؤتلفة، حتى الحزب الشيوعي كان هناك قتال بين الاتحاد الوطني الكردستاني وبين جبهة جوت. جبهة جوت كانت مدعومة من قبل الحكومة الإيرانية، وفي ذلك الوقت كان هناك قتال بين الاتحاد الوطني الكردستاني وبين الحكومة الإيرانية. والمعركة ما كانت موجهة بالأساس ضد الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الشيوعي العراقي كان عضو في جبهة جوت، كان جزء من الجبهة العسكرية، لكنه تحول إلى حطب في النهاية. هم كانوا جزء من المعركة، لكن أكثر خسائر ألحقت بالأطراف بهم كانت بالشيوعيين. هذا ليس صحيحا، الأحزاب الأخرى تكبدوا خسائر كبيرة، لكن الجهاز الإعلامي للحزب الشيوعي كان أقوى من الآخرين، ولذلك عملوا ضجة كبيرة في العالم وضخموا من المسألة. أعدت قراءة هذه المعارك في وقت لاحق وأسبابها؟ توقفتم عندها يعني؟ عندما تتعرض إلى هجوم من الآخرين هل لا تدافع عن نفسك؟ لا، هم يقولون أيضا تعرضنا إلى هجوم، وهذه ذهب ضحيتها الآلاف ربما. مو الآلاف، عشرات، حتى مو المئات. مو مئات؟ لا، مو بالمئات، يعني طيلة الحروب الحروب بالمئات، لكن هذه المعارك لم تكن بالمئات، كانت بالعشرات. جبهة جود في حينه قررت إجبار الاتحاد الوطني الكردستاني على ترك الساحة السياسية لهم، والاتحاد لم يكن مستعدا لترك الساحة السياسية لهم. هم كانوا يحاولون طرد الاتحاد من ساحة النضال باعتبار هم كانوا جبهة، كانوا متحدين فيما بينهم. عندما هم قرروا، يعني أحزاب مختلفة المؤتلفة في جبهة جوت طرد الاتحاد الوطني الكردستاني من